السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، ونبدأها بالعناوين. تنسيقية مصد الخدمات الطبية تجدد تمسكها بمنظومة التأمين على المرض وتدعو إلى الحوار من أجل تقييمها وتطويرها. مياه الأمطار تتلف محاصيل فلاحية كبيرة بابن خلاد وتلحق أضرارا فادحة بالمواشي وتعمق معاناة الفلاح من المديونية. السعودية تتحدى التهديدات بشأن قضية اختفاء خاشقجي، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بتنفيذ تحقيق ذي مصداقية. جددت تنسيقية نقابات مصد الخدمات الطبية الوطنية في القطاع الخاص تمسكها بمنظومة التأمين على المرض والعمل على تطويرها وإصلاحها خلال منتدى وطني نظم الأحد حول المنظومة ومستقبلها. دعا متدخلون في المنتدى الوطني حول مستقبل منظومة التأمين على المرض إلى ضرورة إلغاء العلاقة التعاقدية الرابطة بين مصدي الخدمات الطبية والصندوق الوطني للتأمين على المرض المعمول بها حاليا، نظرا لعوامل عديدة أبرزها بلوغ الاتفاقية آجالها القانونية. الاتفاقية هذه وقع إنجاز عام 2006، والمؤشرات متاع 2018 ماهيش بالمرة هي نفس المؤشرات متاع 2006. الإجال القانوني تحتم علينا من إلزامية مراجعتها أو إلغاها 6 أشهر قبل النهاية الفعلية للاتفاقية هذه. النهاية الفعلية القانونية هي مع نهاية 2018، وبالتالي مع نهاية 2018 النقابات هذه غير ملزمة بالاتفاقيات القطاعية اللي أمضيناها عام 2006. الخطأ الكبير هو أنه عند إبرام الاتفاقية وقع سهو عن ضبط معايير مرتبطة بمؤشرات، مؤشرات تكون مرتبطة بالقطاع الصحة، مؤشرات معناها ارتفاع أسعار الأدوية، ارتفاع معناتها مؤشرات عندها علاقة بقطاع الصحة، وبالتالي كان من المتعين الاتفاق على هذه المؤشرات باش ما نوصلوش لوضعية الأزمة اللي احنا عليها اليوم. ومراعاة لمتطلبات العلاج وتأمين سلامة المرضى، أكد عدد من المتدخلين على ضرورة تطوير منظومة التأمين على المرض ومراجعة الاتفاقية الممضاة مع مصدي الخدمات الطبية، والعمل أيضا على مجابهة الأزمة المالية التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض. الوضعية المالية متاع الكنام اليوم اللي جاية أسبابها من الوضعية المالية متاع الصناديق الاجتماعية والانخراط ميزانية الدولة. لازمنا نرجع للسبب الرئيسي متاع المشكل الكل، اللي هو مشكل مالي متاع توازنات اقتصادية وتوازنات ميزانية في البلاد. وقت تتحل المشكلة هذيك تتحل مشكلة الدواء، تتحل مشكلة الأطباء مش قاعدين يخلصوا، ومشكلة الفارماسيان إلى غير ذلك. اليوم أزمة كبيرة، ضر منها المواطن، ضر منها المريض التونسي اللي قاعد يعاني، تحصل على الموافقة المسبقة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ولكن ما يلقاش الخدمة الصحية متاعو عند مصدي الخدمات، ويلقى برشا تماطل وبرشا تعب. هذاك علي لازم الناس الكل نقعدوا على طاولة الحوار، نعرفوا الأزمة الاقتصادية الحادة مست كل القطاعات، وضر منها بالأساس الصندوق الوطني للتأمين على المرض، هذا الصندوق اللي هو مكسب، اللي هو مرفق عام. وفي مداخلته عبر ممثل تنسيقية نقابات مصدي الخدمات الطبية عن أسفه لعدم حضور ممثلي سلطة الإشراف للمشاركة في المنتدى، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار بهدف إصلاح منظومة التأمين على المرض. في الشأن الصحي أيضا، وبمناسبة يوم أمراض المفاصل العالمي، نظمت جمعية مرضى المفاصل والعظام التونسية مؤتمرا لتوعية المهددين بهذا المرض والمصابين به بأهمية الكشف المبكر عنه. أعراض أمراض المفاصل وأسبابها وكيفية الوقاية منها وطرق علاجها، تساؤلات طرحها عدد من المرضى والمشاركين في مؤتمر الجمعية التونسية لمرضى المفاصل والعظام بمناسبة اليوم العالمي لأمراض المفاصل. مؤتمر يهدف أساسا إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض. المرض الروماتيزم معناتها كان قبل ما يتشخص في ساعة، فما أنواع من الروماتيزم. اليوم هي نهار 12 نهار الجمعة، هو كان اليوم العالمي لأمراض التهاب المفاصل،
وفما التهاب المفاصل وفما الارتروز معناتها مش كيف كيف، ولهذا فما شيء مش نفسروه على خاطر توا المريض ينجم يختار شنو التريتمون نتاعو الوصفه اللي ماشي ياخذها، واحنا هوني باش نوعيو المريض وباش نفسروا له كل شيء. الام القاره وانتفاخ في المفاصل هي اهم اعراض هذا المرض الذي يستوجب وفق المختصين تشخيصا دقيقا وتدخلا من قبل اطباء هذا الاختصاص. هي من غير ما تكون حالة استعجالية، أما نشوف المرضى اللي في أغلب الحالات يمشي للفارماسي ويقولوا أعطيني دواء، وهذه هي الغلطة اللي يلزمنا نتفاداها. علاش؟ على خاطر فما أعراض أخرين اللي مع الآلام الطبيب ينجم يشخص شنو هو المرض، خاصة وأنه فما الكشف بالليكو فيما يخص المفاصل، دونك ليكو متاع المفاصل هذه حاجة مهمة برشا، حتى لين ولينا سي أن كومبليمون متاع التشخيص المرض. وإلى جانب أهمية التشخيص المبكر للمساعدة على التحكم في تطور مرض المفاصل، شدد أهل الاختصاص على إلزامية اتباع نظام غذائي صحي. عوض الزيت يطفح فوق الطنجرة مش لازم، مقرونة بالصلصة مش لازم نخليوها الصحن الكل زيت، وقت اللي تاكل مقرونة بالصلصة تاكل معها سلطانية وبرشة سلطانية، كسكسي فيه برشة خضرة، الخضرة أكثر من الكسكسي، تقسم الماكلة الخبز على خاطر فماش حاجة تسمن كيما الخبز وتعمل الكرش كيما الخبز. ماذا بينا تكون وكلة متوازنة. كما ينصح الأطباء بضرورة القيام برياضة المشي للمساعدة على تقوية العضلات ومقاومة هذا المرض. ومتابعة لأخبار التقلبات المناخية تسببت الأمطار التي تهطلت على معتمدية ابن خلاد من ولاية نابل السبت في أضرار كبيرة بالقطاع الفلاحي، إلى جانب الأضرار التي لحقت البنية التحتية والمنازل. هذاك اللي قاعد داود هذاك اللي قاعدين. بنبرة تحمل الكثير من الأسى والحسرة تحدث محمد بوشلاغم الفلاح من معتمدية بن خلاد التابعة لولاية نابل عن الأضرار التي لحقت أرضه نتيجة الأمطار وفيضان الوادي القريب من حقله. فما واحد من هنا عمل زوز قناطر في الواد مسك علينا الواد، زاد فضل علينا من هنا، هذه بحر تشوف فيها كل بحر 35 علوش منعت منهم 11 كعب هون في الدار، فهمتني 24 وثلاث عجول ترابيه صغار، الجر كل قلب تاع البرقدان من هنا الجر الصغير كل تردم هنا تاع اخواتي، وهذا هذا زاد تشوف فيه الكراج كل طاح، ما قعد لنا شيء راه ما قعد لنا شيء. محمد بوشلاغم لم يكن سوى واحدا من الفلاحين الصغار والمتوسطين بمعتمدية ابن خلاد الذين تضررت مواشيهم وانهارت أبارهم السطحية إلى جانب معدات الري قطرة قطرة، أضرار ستعمق مشاكل الفلاحين وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بابن خلاد. صدومة تقريب فلسوا على أهبة الإفلاس، زد على ذلك المشاكل الكبيرة اللي تستنى فيهم هي الديون متاع البنوك ومتاع مجامع التنمية ومتاع المزودين، إذا كان تو يطلبوهم في معناها في استرجاع معناها الديون متاعهم، الناس هذه مش تمشي للحبس، ناس فلست بحيث لابد من تدخل عاجل. هذا ووفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بابن خلاد فإن عدد الأبار السطحية المنهارة بالكامل بلغ 38 بئرا، إلى جانب تضرر عدد كبير من الأشجار المثمرة بالجهة. عادت حركة القطارات إلى نسقها الطبيعي في الاتجاهين على الخط رقم 6 الرابط بين تونس والقلعة الخصبة من ولاية الكهف، بعد أن كانت توقفت صباح الأحد إثر جنوح إحدى عربات قطار على مستوى بير القصعة من ولاية بن عروس. وطنيا دائما 55 سنة مرت على مغادرة آخر جنود المستعمر الفرنسي أرض تونس، ذكرى يحييها التونسيون كل سنة في 15 من أكتوبر تاريخ عيد الجلاء الذي يخلد صمود مدينة بنزرت في وجه قوات الاحتلال الفرنسي. كان يوما خالدا، توج ملحمة كتبت بدماء مئات الشهداء، وهبوا حياتهم فداء لتحرير آخر معقل للاستعمار. إنها معركة بنزر خاضها الجيش التونسي الوليد وقوات الحرس الوطني الباسلة وآلاف المتطوعين الذين هبوا لخوض هذه الحرب ضد أعتى الجيوش العالمية آنذاك. أيام معدودة لكنها حاسمة، من 19
إلى 23 من جويلية 1961. أيام لعلع فيها زيز الرصاص وانهمرت حمم فوهات المدافع وقصفت الطائرات الأخضر واليابس وصمدت المقاومة التونسية. بنزرت ثغر استراتيجي عالمي تمسكت به فرنسا، لأن تونس تحت قيادة الزعيم لحبيب بورقيبة قررت الجلاء مهما كانت التكاليف، فأمرت الحكومة التونسية محاصرة القاعدة الضخمة بسيد أحمد والمطارات، ومنعت كل طيران مضاد التحليق في أجوائها. وكان الصدام الدموي الذي قدم فيه الجنود والحرس والمتطوعون أسمايات البطولة والفداء، وكان الحصاد بمقدار التضحية. فخرج آخر جندي فرنسي من الأرض التونسية في 15 من أكتوبر 63 و900 في يوم كتب بأحرف من ذهب في سجل الكفاح الوطني. لن ننسى هؤلاء الأشاوس الذين لبوا نداء الواجب ووهبوا حياتهم حتى يعيش الشعب التونسي حرا على أرضه. هؤلاء الذين يرقدون في مقبرة بنزرت ذكراهم لن تمحى أبد الدهر. أسماء الضباط الرائد البجاوي وتاج ووالي وغيرهم كثيرون من عشرات الأحياء والأموات هم الذين وهبوا هذا الشعب اكتمال السيادة على هذه الأرض. هنيئا للتونسيين بهكذا أبطال، فهم فخر تتداول الأجيال. وفي الشأن السياسي، عبرت حركة نداء تونس عن ترحيبها بالقرار الذي اعتبرته هاماً والذي اتخذه حزب الاتحاد الوطني الحر بالاندماج في حركة نداء تونس والتقاء إرادة الطرفين من أجل قيام مشروع سياسي وطني وديمقراطي مفتوح. حزب نداء تونس عقد اجتماع مكتبه السياسي الموسع ظهر الأحد بالمنستير في ذكرى الجلاء 55 واستعداداً للمؤتمر الوطني الديمقراطي المزمع إنجازه موفى شهر جانفي القادم. حركة نداء تونس ذكرت بموقفها الداعي للتغيير العاجل والشامل للحكومة لإيقاف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الأزمة السياسية التي تهدد الانتقال الديمقراطي كما جاء في بيانها. حزب الاتحاد الوطني الحر أعلن قراره الاندماج مع حزب حركة نداء تونس والتفويض لرئيس الحزب سليم الرياحي باتخاذ التدابير القانونية والإجرائية جميعاً لإتمام عملية الاندماج وفق بيان أصدره الحزب إثر انعقاد مكتبه السياسي الأحد بسوسة. مكتب الحزب السياسي أكد هو الآخر عدم دعمه الحكومة الحالية مطالباً بتحويلها كلياً. في الشأن العربي الآن، استنكرت الحكومة الفلسطينية اعتزام إسرائيل بناء مستوطنة وسط مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة الحرب على الشعب الفلسطيني واستهدافا سافرا لوجوده وعدوانا على القوانين الدولية. وطلب الفلسطينيون المجتمع الدولي بالتحرك السريع وفرض تطبيق القرارات الدولية. دعت الخارجية السورية الأحد إلى إجراء تحقيق دولي فيما سمتها جرائم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إثر الهجوم الأخير بالفوسفور الأبيض في منطقة دير الزور. كانت الخارجية السورية قد نددت عبر رسالتين وجهتهما إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن باستخدام التحالف الدولي أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري وبانتهاك القانون الدولي. كما شددت الحكومة السورية على ضرورة الإسراع بإنهاء وجود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أراضيها. أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعرب فيه عن شكره له على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي ساعات بعد رد سعودي رسمي على تهديدات أمريكية لها بسبب اختفائه.
أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر تلويح بفرض عقوبات اقتصادية واستخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة في علاقة بموضوع اختفاء الصحفي جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في 2 أكتوبر الحالي لاستخراج أوراق شخصية. ما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي. الموقف السعودي جاء بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما سماه عقابا شديدا للسعودية إذا تبين مقتل هذا الصحفي، وأضاف أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تزن المنفعة الاقتصادية التي حققتها من صفقة سلاح جاري تنفيذها قيمتها 110 مليارات دولار للجيش السعودي عندما تخطط لرد. واعتبر السناتور الجمهوري الأمريكي ماركو روبيو أن على الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة السعودية ولا خطرت بفقد مصداقيتها في مجال حقوق الإنسان إذا ثبت صحة المزاعم القائلة أن الحكومة السعودية دبرت مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت مصادر تركية أنها تعتقد بمقتله في القنصلية وأن جثته نقلت إلى مكان آخر، وهذا ما تنفيه الرياض. ومن أخبار الرياضة الآن، تأهل الأولمبي الباجي للدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس تونس في كرة القدم إثر تغلبه بهدف دون مقابل على ضيفه الترجي الجرجيسي في اللقاء الذي جمعهما عشية الأحد بحساب الدور التمهيدي الأول، وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع اللاعب علاء الشيرني منذ الدقيقة الثانية. بالرياضة انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تنسيقية مصد الخدمات الطبية تجدد تمسكها بمنظومة التأمين على المرض وتدعو إلى الحوار من أجل تقييمها وتطويرها. مياه الأمطار تطلف محاصيل فلاحية كبيرة بابن خلاد وتلحق أضرارا فادحة بالمواشي وتعمق معاناة الفلاح من المديونية. السعودية تتحدى التهديدات بشأن قضية اختفاء خاشقجي، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بتنفيذ تحقيق ذي مصداقية. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام كالعادة متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في أمان الله.